بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة المحترف السوداني. كيف أخباركم جمهورنا الحبيب؟ اليوم جايب لكم في درس جديد، تطبيق جميل جدا مختص بالأغاني، فيه فوائد كثيرة غير هو يعني أذكر لكم منها. أول حاجة هو التطبيق ده عبارة عن مشغل أغاني، وتاني حاجة بيفصل صوت الأغنية، وتالت حاجة صوت المغني، تالت حاجة التطبيق ده بيعدل لك في المعلومات الأساسية للنغمة أو الأغنية، ورابع حاجة بيرفع لك صوت الهاتف. يعني تطبيق جميل جدا، يعني جربته صراحة كده عجبني. نذهب للتطبيق، سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو. هذا هو التطبيق. نبدأ عندما نفتحه لأول مرة، يقول لك اتخطى. طيب دي هنا قائمة الأغاني، نجيب قائمة، أجيب أغنية. هذا واحدة أغنية وأرجع لكم. دي أغنية جبتها، شايف لو فتحنا لأول مرة مشغل عادي للأغاني، شايفين؟ وطلعنا مشغل عادي زي موسيقى جوجل بلاي. أول حاجة حنشوف شنو أن البرنامج ده كيف على الصوت، زي ما انتم شايفين الصوت الصوتي. أقوم نعمل شنو، ركز معي، ضغط على الثلاثة خطوط دل دل، نضغط على آخر واحدة، اخر واحدة كانت تعديل ون القبليه، لا ون نسيت الغير اول واحدة، هو على اول واحدة. وشايفين دل كلهن مرفعين، مرفعين لاخر حد، شايفين لاخر حد. ودي دي بتكون مرفعة لفعيلة، يعني لو لاحظتوا، لو لاحظتوا في فرق في الصوت، انا عشان ما معنى للنهاية، لكن هجنو الصوت بيعلى معك. طيب نجي للحاجة التانية، التعديل في ملفات او حيات النغمة الغونية. شايفين هنا يقول لك الاسم، الفنان، النوع، كلام كثير كده تتجد عائلة هنا. الصورة برضو ممكن تخلط للغونية صورة عندما هعملها، لكن تعملها انت اذا تعملها. تالت حاجة نجي لهنو، أو الحاجة المهمة نجي لطريقة تمسح صوت الفنان من النغمة من الأغنية دي. على فكرة الأغنية دي هعمل لها شرح أو فيديو، الفيديو الجاي هاخد لكم الأغنية دي، لأنه أغنية سمحة جدا طلعت جديدة. أضغط على سينك، هنا سينك، تلقى سينك. شايف هنا بقول لك وصل سماعة الأذن، عشان شنو؟ الله، بقول لك وصل سماعة الأذن عشان التلفون برضو بيتحول معاك لمايك. أنا هسه موصلة، لكن أنت لما توصلها التلفون، أنت لما تتكلم الكلام بيظهر معاك طوالي، بيجيك كلامك زي المايك. أنا هسه موصلة، ممكن برضو توصلي بسماعات كبيرة. هاي طيب، بس نعلي الصوت شوية. الأغنية دي ما فيها، لو لاحظتوا فيها صوتين، هي ما صوت واحد، صوت مختفي والصوت الثاني بالظاهر. دي المشكلة في الغنية دي، شايفين؟ لو ركزت في الصوت الثاني مختفي، لو ضغطت على السهم ده عندك أول واحدة دي، شايفين؟ ده أول واحد ده بيظهر النغم وبيختفيها وبيخفي صوت المغني. ثاني واحد ده للصوت، بيجيب بيز، بيسوي لك البيز على لك الصوت زي ده، شايفين؟ شايف؟ سامع؟ تالت واحد ده لازم اذا انت موصل سماعة الأذان ده حق المايك، الشخشخة والكلام زي ده، اصلا لو موصل ما حيفيد. خليه هنا، دي بتكون في النهاية. دي التينار تسجل، ده هو المشكلة الوحيدة في البرنامج، انه مسجل
ما بيسجل. إذا هو إذا أنت دار تسجيل تجيب تلفون تاني أو حاجة، تفتح النغمة وطلع البتاع بيسجل معك. ليلى ده كان درسنا لهذا اليوم، درس بسيط جدا. كان معاكم محمود من قناة المحترف السوداني، وما تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.